شوف انا بدي احكي لك شغله. بليت كرانك از ذا تشامبيون اللي هو انت بدك تاخذه، بدك يكون عندك كونفدنس بحالك، بس ما بيتاخذ على كل الشامبس. فلما بدي اعرف انا انه هذا البلاير عنده الامكانيه يلعب مثلا بليت كرانك مثلا فور اكزامبل ضد ثريش ضد تشامبيونز اللي زي هيك، اللي هو بيقدر يلعب هاي الشامبيونز ضده، بنكون عارفين انه هيز تشامبيون بول از نوت سمول. لما تكون عارف انه انا عندي امكانيه انا ككوتش اني انا اعطي سبورت تبع بليتز كرانك بمواقف معينه، انا عارف انه تشامبيون بول تبعته مو صغيره. هذا لا يعني اني اعطي بليتز كرانك يفوت لي بماشين ويضلوا ماشين خربانه طول الجيم، لا. البليتز كرانك اللي كله عارفينه اللي هو بيستغل الاشياء، والليت جيم مثلا وان هوك كان تشينج ايفريثينج. وشفنا هذا الشيء منه، and he was not a bad support, he's a good support, he's a decent support. وهل يا ترى هذا اليوم راح يورجينا بيك البليتز كرانك مثلا ضد بيكات كويسه قدام البليتز كرانك ولا لا؟ واحنا شايفين انتوا بس انا اسف على الشغله، بس انتوا عارفين انه امبارح هم فازوا بفيدل 6 وغريفز، فخلص شكله تيم رعد وما غيروا من تيمات كبيره، تعلموا الدرس وحكوا نو مور فيدل 6 نو مور غريفز، وي وونت ريسبكت ذا ميتا بيكس، وي ويل جاست ريسبكت ذير اون بيكس، وعملوا لهم هاي تو بانز. ياب اند ذات سمثينج ممكن يكون ده فعلا القرار الصحيح. قد يكون هذا هو القرار الصحيح يا ثورند، لو عايز تواجه بعلوة الصحبة يمكن الميتا بيكس الميتا بانز مش احسن قرار، تحاول تبان الكومفورت بيكس اللي بعلوة الصحبة بيلعبوا بيها اللي ورونا تمكنهم منها في اكثر من مرة. والان البان الاخير مع فريق بعلوة الصحبة، تتوقع نشوف مين هنا؟ زنزاو لسه موجود، بما انهم شالوا كارما they don't want the power pick، احتمال يشيلوا زنزاو على اساس ما ياخذوا راد. ايفن دو احنا متعودين على اكشلي فروم زيرو تو هيرو اخذ زنزاو قبل كده، ليسن ما زال موجود بالنسبه له. نوكتورن عشان مولتو برضو از ا جود فليكس، فا اتس ا جود مان. حتى نفس الشيء لو كانوا بندوا شو اسمه جوين، هي كانت ات وود هاف بين اكسبتابل برضو. ف فيري جود فيرست بيك صراحه منهم. زنزاو لولو لسه موجوده مفتوحه، وذر حياخذوا لولو ولا حيسيبوا له اياها، ذاتس ان افيلابيلتي. كويس انه دي انسر بفولي، فولي از ا فيري جود يعني شو اسمه ماتش اب، از ا جود تشامبيون في الماتش اب هذا. اذا حياخذوا جوين بلايند بالطريقه هذه يعني حسك انت انصدمت من الجوين بيك. yes. متضايق لا هي الفكره يعني احنا دائما متعودين نشوف جوين في البلو سايد بيك في البدايه، على اساس والله دي برايوريتايز انه ياخذوها من بدري. وبما انه عندهم عارفين انه اوريدي الجنجل حقه متاخذ في فولي موجود، فا اتس كايند اوف فاين، ما اتس نوت ذا بيجست بروبلم. بس انا دائما مش من الناس اللي احب اشوف جوين من بدري، اذا ماني عارف مين السبورت اللي قدامي. وشيء ثاني احنا عارفين رعد مولتو يلعب سيت، يلعب تشامبيونز ذات اكشلي كان دو ويل انتو 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 جوين يعني في بدايه الجيم. ورعد برضه في نفس الوقت يقدر يبني تشامبيون ستراكشر ولا كومبوزيشن كامل، يقدر يلعب كويس قدام جوين، على اساس جوين ما تحب الناس اللي يلعبوا يعني الناس اللي اللونج رينج اللي قدامها يلعبوا ويتعبوا معاها، فياخذوا لو رينج كومب يقدر يلعب معاها كويس ويتعامل معاها وان وير انذر. وهذا هو السيت، هذا هو السيت من فريق رعد. شلافي نحب نتجه اليك هنا، داخلين على اخر اثنين بيكس، واحد لرعد واحد لعبال صحبه، بعد كده هنخش مره اخرى على بانز. السبورتس لسه ما بانتش، وهنا رعد ما عندهم فرصه يعملوا كاونتر بيك لهذا الازيل الكاليستا مورو. انت عارف ان هم ايش عملوا؟ هم اللي عملوه كتالي، عملوا بان لجريفز وفيدرستكس واخذوا منهم سيت عشان ما يعطوا برضه للسبورت، مع انه مش نفس السبورت بالعب. كان امبارح بوتشر بالعب اذا انا مش غلطان، كان بوتشر بس برضه ما بدهم يعطوهم الفليكس تبع سيت او اي شيء، خلص بدهم ياخذوا منهم الكومفورت تشامبس، لانه حتى لو هم ما بيلعبوا كثير يمكن بيعرفوا يلعبوا معاه كتيم، او بعرفوا الاشياء السكريمز اللي بيلعبوها كثير، وهذا الاشياء بيعرفوها من بين تيمات. فشفناهم بيعملوا ديناي لثري بيكس اللي هم تو بانز، وهاي اخذوا بروم بلايند مع كاليستا. وي اول نو انه مع كاليستا اتس ريلي اتس نوت جود انك تاخذ مثلا سبورت زي مثلا فور اكزامبل زيليان تو كاونتر بروم، او مثلا تو بيك لولو او وات ايفر، لانه احنا عارفين انه بدك ترميها لجواها راح تنطحن فور اكزامبل. فبدنا هاي، فاتس نوت ا باد بيك تو بي اونست مع بروم. بروم از ريلي وي نو انه من اقوى التو بيكس اون وان بوت لين. نفس الوقت معنا جوين، صحيح. جوين اخذوها، حسيت انهم اخذوها لانه شافوا مولتو عامل هوفر فوقها وديتها بعدين غير لزنزا، فقالوا خلص احنا ما بدنا نعطي هذا البيك، خلص ليتس جست تيك ات. هلا وي سينج ذا فيرست بان سايلس، خايفين من بيك سايلس لانه في عندك التي بروم، يمكن في التيات ثانيه وكيف بده ياخذوها، او يمكن الماتش اب اللي بده يلعبوها ما بكون مرتاحين فيها مع سايلس. لا ننسى مرة أخرى أن هذه ممكن تشوف مالفايت فورث بيك، وشوف هو مالفايت باند، المالفايت باند من رعد، تعلموا الدرس مالفايت. أوكي. ويعملوا بان للمالفايت هنا أبعلوا الصحبة، يعملوا بان لإيراليا هم كمان. ما ننساش هذه الجوين لسه فليكس بيك، ما نعرفش الجوين رايحة توب جونجل أم ميد لين، أبعلوا الصحبة
معهم البيك القادمة بعد هذا البان من رعد. هنشوف البان الأخير يبقى مين، عملوا بان للمالفايت طبعا للأستاذ توكسيك هيل، ممكن نشوف بان للأورن هنا يا ثورند لو عايزين يركزوا على التوبين أكثر. احتمال وارد بما انه اخذوا السبورت R3 وتشيز، كان بالنسبه لي غريبه تاخذ بروم في الوضع هذا من دون ما تشوف السبورت اللي قدامك في اللين. يعني ايفن دو يعني صحيح انه عندهم انجيج كويس، اما شايف بان لولو ما يعني they didn't want to stop her. زنزاو لولو مره موجوده كويس، ايفن دو يمكن ما حتلعب يعني في البوت مره كويس، فدي والفورسر تروح تلعب في الميد وياخذوا والله ست في البوت يلعب مع كاليستا اذا كان يبغى يلعب حاجه مره اجريسيف. بس لما بيشوف بروم قدامه يعني موست بروبلي هم يحسبوا سيت حينزل في البوت لا في، قالوا عشان كده ناخذ بروم ايرلي. اتس ا فيري ايرلي بروم بيك، هذا الستاندرد بيك حق بعال صراحه. احنا نشوف نيرفنجر يعني ونيفر كل مره يروح يضطر يروح فيها بلايند بيك ياخذ كوركي هو السيف بيك حقه، بما انه عنده دبليو حقته موجوده فهي كان بلاي ريلي سيف في اللين، يجلس يفرم وان هي ترايز تو سكيل بعدين يطلع، وعنده لوزن بوت لين برضه. فإلى الآن زي ما انت زي ما البس هذه انه والله عندنا ميد لينر ذات هاز نو برايورتي وعندنا بوت لينر ذات هاز نو برايورتي، فبالنسبه لهم الجنجل صحيح. يعني الجنجل رائد حيكون عنده الاريحيه في الريفر كنترول في البوت لين وعلى دراجن. اوكي شلافي بس هو البيك الكوركي مع بينك ازريل مش كثير سكيلينج شامبيونز، يعني بدهم كتير وقت لا يسووا إشي بالجيم بالأخص مع 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 الجوين، يمكن بدها آيتم نص لتقدر تطلع شوية الباور سبايك تبعتها وتورجينا إياها، بالأخص ضد إحنا شايفين شامبيون زي كاليستا اللي هي she will dominate the game early game وميد game. فما بعرف هل هو الاختيار هذا من 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 بيك كوركي من بيك إزريل هل هو منيح ولا لا. if they picked Vayne I'm leaving. لا 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 مستحيل هيك كثير سكيل يصير هيك كثير سكيل، يعني بعد بكره بخلص السليمين صعب 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 ياخذوا فين هنا على بعلو الصحبه. ارجوك ما تاخذش الفين، الحمد لله دي توك دنكتن وسمعوا على ثورن ياخذوا فجوين جنجل. يا جوين جنجل از اكشلي نوت باد رايت ناو مقارنه باول يعني، ويبداوا فيها بناشر توث بدل ما يبداوا فيها بالريفت. They go Nashor Tooth first بعدين ياخذ الريفت وتلعب حول انه والله she does a lot of fast clears. الجانكس حقتها setup فيها مرة واطية، عندها mobility مرة كويسة في لي حقتها، بس yeah. يعني she only works with lanes that have proper setup، فحتلعب حول التوب مرة كثير في الحالة هذه which is very good. عشان كده تاخذ معها رينكتون yeah. and she adds value. زي لما نشوف نقدر تلعب برضو في يعني في في في, في, في اي لين. She plays kind of the same way but certain extent. يا بالحق يقال شلافي تحس ان عبالو الصحبة معهم كومب قوي، دبل اي دي كاري موجود، البروم كمان بسينرجي مع الاثنين اي دي كاريز، عندهم سكيلينج عالي جدا في الليك جيم، وعندهم الرناكتن يساعد في الميك جيم. ولكن الناحية التانية رعد معهم زوي، وزوي بيك بتخوف شوية شلافي، عشان a good زوي بلاير ممكن يسيطر على المباراة وديسيفينج is a good زوي بلاير. يس وبغير عن هيك احنا كلياتنا عارفين بيكينج يعني انا شوف تنقي ادي كاري وتنقي ميد لينر يكون تيلين سكيلينج اتس نوت ذات جود. هلا قبل شوي حكيتها دي بيكت زوي انتو ات اند دي بيكت كاليستا دي كان ريلي دومينيت ذا جيم ايرلي. اذا 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 زنزاو ساعد الزوي انها تاخذ البريوريتي ايرلي جيم راح نشوف زوي ناس دي بوت او طالع توب، وراح نشوف بابلز جاي من ورا حيطان اند 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 سم لايك رومينج كومينج فروم زوي، او يمكن نشوف الكاليستا تركينا لحالها اون بوت لين فور فور ليتل بيت، شايفين الركان عامل رومينج maybe yeah. they will force just skills انه يطلع من الجنجل تبعته، ممكن ceiling camps او whatever او deep wards. هاي الاشياء ليش ممكن كتير تأثر. That's why we don't pick two scaling two hard scaling champs like this بنفس الجيم، لانه mid game اول جيم راح يكون صعب انك تاخذ بريو بكوركي. نفس الوقت yeah. بإزريل وما يعني they picked Rakan into Brom it's not that bad pick it's not that good mm-hmm. pick too it's a decent pick. فيمكن نشوف لو ناخذ yeah. priority بالبوتلين تو من ناحية رائد، بس راح نخسر فيجن ايرلي جيم. اذا انا بحكي بصيغه تيم مع بعض راح يخسروا الفيجن ايرلي جيم، ما راح يقدروا يعملوا سويبينج. The first two drakes 100% they lost it and if they try to play around it they're gonna lose the game 100%. الاشي الوحيد اللي ممكن يعملوه تيم مع بعض هنا they have to be really smart it's really good for, it's really fine for them to give them two drakes. لازم يلعبوا حوالين الobjectives بعديها. Israel minimum has to get 1.5 items ونفس الوقت حكي لكوركي they have play around the Corki passive وبيقدروا يسووا الplays حوالينها. اما
يعملوا اشياء early game it's gonna be like really not good for them, وراح نشوفهم راح كثير behind بالجيم they will literally يعني كاليستا will end the game 20-0 وكلياتنا عارفين سانو متعودين على بال يخبصوا الايرلي جيم حقهم كثير وما يلعبوا على الوين كونديشن حقهم ولا يلعبوا على الجيم استراتيجي حقتهم. بس فعلا يعني as you said strong side حيكون top. رينكتون هو الفوكس هو هو الفوكس عندنا في البدايه, نلعب حول الهيرلز ونخلي برضو جي سكيلز يلعب حول التوب ما فيها كلام, نسيب الميد والبوت وسكيل از ماتش اس باسبل, نسيب دريكين الاولى, لازم يسيبوا دريكين الاولى دي كانت فايت فيها الا اذا في حاجه غريبه صارت يعني اوت اوف ذا اوردينري والله شافوا زنزاو في التوب يقدر ياخذوا دريك بلاش عندهم برايورتي ذاتس اندرستاندبل, بس نورمالي المفروض يسيبوا دريكين الاولى دي دونت كونتست يلعبوا حول التوب دي جت ا بيت اوف ان ادفانتج توب, نستنى السكند ايتم على كوركي, نستنى السكند ايتم على ازريل عشان يجيبوا المرمانز حقتهم دي ستارت دوينج دامج. الكومبوزيشن اوفرول انا عاجبني ان تيرمز اوف الجروب از يعني الفليكس اللي سووه في جوين كان في البدايه مره كويس, ويمكن هذه اول مره نشوف وين فليكس تتلعب في الجنجل which is very good بالنسبه لي, هذه ما كنا نشوفها الا في LPL صراحه فاي لايك ات. I still don't like the Braum pick in terms of the group. هذا لما أنا شايف the blind Braum how okay. does it help قدام composition بالطريقة هذه. عندنا engage هم إيش بيلعبوا؟ يبيلعبوا full engage, يبيلعبوا front to back, يبيلعبوا poke right. بالنسبة حيكون حيكون الشيلد حيكون الميت شيلد قدامهم والاثنين البقية حيجروا يسووا دامج من وراهم. يمكن هم من البداية عارفين إنه they wanted to play like this عشان كده they added Braum into the composition حقهم كامل بغض النظر عن إنه أخذوه يعني بلايند. في المقابل رعد ايش الكونديشن حقهم مش لافي, دي هاف تو عندهم تو انجيجرز وعندهم واحد بوكر عندهم واحد ذات جوز فرونت تو باك, فيبغوا يوصلوا على الباك لاين اللي ما حيقدروا يقتلوهم ولا حيقدروا يوصلوا لهم. ف ذا واي اي سي يعني يا اي سي عبال هاز يعني عندهم الادفانتج, عندهم ادفانتج مره كويسه في الكومبوزيشن. ملك متفاجئ يا ثورند, ملك بتقولها وانت متفاجئ كده في انا متفاجئ لانه مش اللي متعود عليه, هذا اللي متعود عليه العكس. فبالنسبة yeah, لي on paper عبعال looks good قدام التيم هذا. طبعا okay. كده ما يعطوا كاليستا advantage مهولة في بداية الجيم, ولا ننسى انه from zero to hero عنده الخيار انه يلعب حول البوت حقه يلعب حول التوب حقه, فحنشوف ايش الخيار اللي حياخده وبيس على الخيار هذا حيحدد كيف ماشي الجيم. واظن الجيم هذا حيكون فيها zero to hero, يا zero to hero يفوز رعد يا they actually lose the game because يا إما يبقى زيرو يا إما يبقى هيرو. شلافي هل توافق مع رأي ثورن؟ هل عبعال والصحبة معهم الأفضلية بعد هذا الدرافت؟ هم معهم الأفضلية 100% إذا شوف لو أنهم مش تيم عبعال, أنا آسف فور ذس لأنهم مش تيم عبعال والصحبة اللي هم راح يقدروا يوصلوا لدقيقة 15-20 إيش what's wrong دقيقة 25 لازم يا دقيقة 25 يا خلينا نحكي دقيقة 20 أنا عشان أنت بتعتذر قبل أنت اعتذرت قبل ما تبدأ كلام, فأنا عارف إن أنت هتشتم دلوقتي ويعني عبعال والصحبة دول فريق ما يستاهلش يلا في إيه بالراحة مش لازم مجرد أنت بتعتذر قبل ما تبدأ الكلام دي بتخوفني يعني أنا خفت لا لسه تبي أنا بحكي انا بعتذر عن تيم على تيم عبال, بس انا عارف انه هذا التيم ما راح يقدر يوصل, انا شفناهم قبل هيك بكثير مواقف زي هيك ما راح يقدر يوصل لدي 20 25 without doing a lot of plays, فانا راح احكي my predictions انه التيم رايد راح يفوز. اوكي 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 خلاص, اذا شلافي يعطي توقعه لصالح فريق راد بينما ثورند يروح مع الدرافت الاحسن زي الانالست الكويس ويقول عبال والصحبه معهم الافضليه في هذه المباراه. فلنرى الان المباراه الاولى اليوم راد وعبال والصحبه الريماتش, فرصه الثأر لفريق عبال والصحبه بتاعته الجميله. نروح على طول الى فريق التعليق معنا اليوم, يلا شباب دخلونا معكم اول مباراه النهارده. شكرا يا مورو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اليوم الرابع من هذا الأسبوع سيكون معكم تيم زيكو في البلاي باي بلاي وليجن على الكولور. ليجن ويلكم. يا غورك يا زيكو, أنا متحمس جدا بالمباراة دي. شايفين من عبعالكم كويس رعد معهم engage composition في هنا front back, هنشوفه من صالح فريق عبعال بواسطة البروم بواسطة الجوين, فأتوقع الجيم ده ممكن يقعد معنا فترة حوالي 30 دقيقة مثلا. هذا حسب رأيك انت, ولكن رأي الاناليست يقولون ان عبال لا يستطيع ان يعمل هولد للمباراة اكثر من 25 دقيقة, ولكن نتمنى صراحة ان نصل الى ستيت التي نرى فيها عبال يستطيعون على اخراج الباور سبايك خاصة بالازريل وبالكوركي. صراحة كيف ما قال تورند from zero to hero سيكون هو الكي بلاير صراحة هذه المباراة عند رعد,
وتوكسيك هيل مع 2 في 2 والسينرجي مع جي سكيلز. هل سيستطيعون ايصال ابعال الى ال 25 دقيقه وال 30 دقيقه؟ هيكون فعلا في ايد زيرو تو هيرو، لسبب زيرو تو هيرو يقدر يلعب في التو سايد لينز، انما هنا معك جي سكيلز يقدر يلعب بس على رنكتون وهو السترونج سايد بتاعه، هيكون السيف سايد او الباسيف سايد او الويك سايد زي ما بنقول هيكون هو البوت لين. البوت لين محتاج ان هو يكون معاه فيجن دايما، يكون يقدر يفارم من غير خسائر، يحاول يتفادى الجانكس اللي هتحصل عليه، عشان هو يعتبر ازريل قصاده كاليستا. كاليستا احنا عارفين من تعتبر من اول الكاونترز لازريل، فكل اللي كل اللي احنا طالبينه من ابعال في الوقت ده ان ابعال يطول الجيم على قد ما يقدر، يجيب كل اللعيبه تجيب 2 ايتمز او 3 ايتمز بالبوتس يعني، فساعتها هتشوف الباور سبايك او هنشوف قوه التيم كومبوزيشن ده. هي بتكون صعبه لان دلوقتي هيضطر ان انت تجيب اول دراجون، ببساطه انت قصادك كاليستر كان هتقدر ان انت تسبام سبيرز على الدراجون، وده ماونتن كمان، ماونتن مفيد في الايرلي والانفيرنال بيكون مفيد في الايرلي، فدي حاجه هتفيدهم جدا. يعني انا شايف الدراجون هيكون خطوه ذكيه جدا من فريق ابعال ان هم يعملوا له جيف، بس لو قدروا ان هم يخلوا السايد لينز او الميد لين لو هيلث يقدروا ساعتها ان هم يعملوا له سكيور بكل بساطه واريحيه. يا صراحه اترك ستيتش على راحته في البوت سايد حتى يصل الى باور سبايك تو ايتمز بهذا الازرائيل. عشان هنا فروم زيرو بدا من ناحيه التوب سايد، معنى كده ان ويف اي وبي سي تقريبا هتكون بوشت من ناحيه سان، هيحاول ان هو يعمل سلو بوش للويف الرابعه من ناحيه ستيتش بحيث الويف تيجي زنزا ويقدر يلاند الدبليو، يقدر يعمل اي او نوكب، فهو بيفكر ان هو يجانك البوت لين فيرست جانك. انا كنت توقعت ان هو هيحاول يبدا الريد وهيحاول ان هو يماتش التوب لين، بس كمان في حاجه هنا غريبه تانية شايفينها، والفيس بريكر طرح الاستاذ مولتو والفيرست بلاد. اوكي مولتو بلايديت باحسن طريقه يمكن ان تلعب بها ليني فيس كونتر رينكتون، وهي انت تعمل عليه فورس تريدز ليفل 1 ورينكتون نو باور سبايك ليفل 1 لايك نو باور سبايك، من غير فيوري، من غير ما تفتح دبليو، من غير ما تعمل الاي عشان الارمور ريدكشن، انت بتكون شبه ضعيف، انت محتاج ابيليتيز. رينكتون تشامبيون بيعتمد على الابيليتيز بعكس ست. ست بيعتمد على الاوتو اتاكس، وبيعتمد ان هو يكون له هيلث ويقدر الباسيف. يعمل الهي ميكر يا باسيف، وكمان صعب ان انت تفايت ست ليفل 1 بيكون معاه 8 ستاكس من الكونكر فيري ايزي، تقريبا بيبقوا في ثانيه ونص معاه 8 ستاكس للكونكر، فانا شايف ان هي غلطه كبيره جدا من ناحيه رينكتون ان هو يعمل حاجه زي دي. يب صراحة غلطة كبيرة من طرف توكسيك هيل هو انه ياخذ تريد، ولكن لدينا نيستان حضر في توب سايد ليفل 3. توكسيك هيل ضاشين اوتو اتاك والكيو، توكسيك هيل ياخذ الثأر في هذه التوب سايد وياخذ السولو كيل الثانية في هذه المباراة على مولتو. اوكي انا شايف دلوقتي في ريفنج سريع جدا، مفيش تليبورت في التوب لين من ناحية مولتو، مفيش فلاش، على عكس توكسيك هيل ستيل معاه الفلاش، ممكن نشوف دايف مثلا من ناحية دوين لو قدر ان توكسيك هيل يخلي مولتو لو هيلث، وزي ما نشوف هنا في العادة كان معاه الفيوري وقدر ان هو يجيب ليفل 2، قدر ان هو ياخد هيلث كتير بالكيو في وسط المينيونز، قدر ان هو كمان حاول يسحبه وسط المينيونز بتاعته عشان يعمل اي حاجة، لكن كان الرد بالاي كويس جدا من ناحية مولتو. يب وهنا يا سمارت موف صراحه من طرف جي سكيلز يا ليجن، عمل كلير للريد سايد، عمل كلير للبلو سايد، ويتوجه مباشره الى سكات الخاصه بالتوب سايد سبيشلي، وان لديه البرايو توب، واظن ان 2 في 2 بالنسبه للتوب سايد جي سكيلز وتوكسيك هيل يفوزون. التوفرس 2 بص دايما لما تحط زنزاو مع اريليا، زنزاو مع 6 هتكون دايما انت كسبان، زنزاو مثلا مع اكالي ليفل 6 دايما هتكون انت كسبان، فدي بدات الاحظ ان عندنا الجيمز في مينا كله بيفكر في التوفي 2 في الريفر توفرس 2 بتاعه الميد بتاعه التوب لين، فدي صراحه حركه ذكيه جدا ان احنا نبتدي نلعب عليها. يا ريت بس الانمي بتاع الاشخاص اللي هم جايبين الريفر فايتس يحترموا الموضوع ده، ما يحاولوش يفرسوا توفرس 2، او على الاقل لازم يعرفوا فين الانمي جاندلر بتاعهم. اوكي اذا لدينا اعاده السلوكيل من طرف توكسيك هيل على مولتا. كل اللي حصل انا عمله الاستان بالفيوري، مولتو اختار انه يعمل فلاش، لكن كان معاه الدبل اي من ناحيه توكسيك هيل، وهنا توكسيك هيل معاه الادفانتج، معاه الادفانتج في السي اس، معاه ادفانتج ان هو معاه فلاش، ممكن يحاولوا يستخدموا حاجه زي دي، يحاولوا يدخلوا سكيرمشز بسيطه في التوب لين، بحيث ان كده كده توكسيك هيل يقدر ان هو يرجع هيلس بالكيو بتاعته. مولتو نفس الموضوع هيرجع هيلس طبعا بس بالباسيف، مش هكون اسرع صراحه من توكسيك هيل، فلو هيقدر ان هو ياخد
تريدز صغيره يحاول يخليه 50% هيلث او حاجه, او يضيع له الهاي ميكر هيحاول يجيب جست كيلز ونعمل باف في التوب لين بواسطه الفلاش يقدر يتانك ويقدر يهرب بفلاش او ايا كان, بس محتاجين يعملوا اي حاجه في التوب لين قبل ما ترجع له الفلاش, لان ده السترونج سايد بتاع فريق عبعال يا زي. يا هذه صراحه يعني دي قوه السترونج سايد لصالح فريق ابعال. بالنسبه للبوتلين راه ستيتش سان تقدم هو انه حضر من طرف لي كوس, ولكن اي اوت اركان شيفت حضر من طرف ستيتش انستا اكزوست على سان لي ريديوس الموفمنت سبيد, ونعرف صراحه اهميه الاكزوست على كاليستا, كل ما نقص الموفمنت سبيد تنقص الاتاك سبيد, والذي نادي سي فين يتقدم على نيفو 5 يتقدم على البابل, ولكن الدراوزي تمس على هذا البروم, ولكن تي بي حاضر من طرف توكسيك الفدتنا على دي سي فودي اصابه لدي الفلاش يتقدم ريسين فدتنا والفيرست بلوت تمشي لهذا الكوركي يبقى لي كوس وسان شوت من طرف كوس انت لي واقف الفلاش ان كيو من طرف الاسد كزيت يا سلام على كيل دبل كيل فدتنا تمشي لصالح فريقها بعل والصحبه, وان يستطيع انه يعمل ديزنجيج من بعد ما تشوف شخصين من فريقه فهذا سكيرمش بوت سايد. فيري اجريسيف انسر فيري اجريسيف بلاي صراحه من عبعال, قدر يرد ريفنجر بتليبورت كويس جدا. اوكي شايفين دي 7 هنا جاي بيعمل جانك, دي 7 بيتحرك في الملعب كانه بيلعب وليتي حاضر من طرف توكسيك هيل, ودي 7 يسلف فدتنا, ولكن السولو كيل من طرف الاستاذ توكسيك هيل على مولتي يبقى 1 في 1 هنا مع دي 7 يحاول يبحث الهيلي بالكيو, ولكن نايس موف من طرف دي 7 لموجود الويف ليعمل تانكي لسعد الكيو, ولكن دي 7 يبحث على كيو يبحث على اوتو اتاك التيميت اندر تاور اوتو اتاك والبابل يا سلام ورا سنايب من طرف دي 7 اندر تاور على توكسيك هيل ويتريد الكيل 1 فور 1 في هذه التوب سايد. والبلايت لعبت صراحه كويسه من تورس كيل هنا في الاعاده, حاولنا يلعبها كانوا يعتبر سيم هيلز بس لعبت كويس من ناحيه تورس كيل, قدر ان هو يفرست بسرعه جدا عمل كيو كويسه جدا بعد ما الابنايت راحت تقريبا خد 91 هيلز افتكر ان هو جري, لكن السنايبر المصري قدر ان هو يجيب البابل في رنكتن ما كانتش متوقعه صراحه, قلت هتقدر تعمل لها دوج البابل مش سريعه كفايه ان هي تلاند على الشامبيونز, غالبا بيكون من ورا الوولز او بتحتاج وول طويله عشان انت تلاندها بسرعه, وهنا في التيميت من جيسكيز هو جي ميج من طرف جيسكيز انستا فلاش ان على الاسد دي 7 لو مانا نزل دي الفلاش عشان يقدر هو يبقى 1 في 1 جيسكيز يتقدم على دي 7 السمايت موجوده فور مور باني الكونكرر يجي من طرف دي 7 ياخذ مور تايم, ولكن نايس اولو كان من طرف جيسكيز اندر تاور تقدم عليه فلاش انستا من طرف الاسد فروم زيرو تو هيرو بالرمح وياخذ ال 1 فور 1 اجين في هذه التوب سايد. 8 كيلات في الدقيقة 8 الجيم صراحة شغال بطريقة غير اللي المفروض كانت تحصل. استغلوا ان لسه بيولي روم ليفل 5 صراحة كان فايت كويس جدا, بس هنا نشوف البلو راحت لزنزا بص هنا بص هنا على التوب لين صراحة لحد الوقت الفورم فاين زنزا يعتبر سيم فورم على الجنجل اللي قصاده, هنا في ادفانتج في التوب لين وسكرمشز بسيط توكسيك هيل فول كومبو على مولتا ونايس دوج ليدي لاي ميكر تريد وان فور توكسيك هيل بسهولة تامة على مولتا يعمل له فورس على انه يباك ان لم يقم مولتا بالريزيت سيكون عليه ايزي دايف من طرف توكسيك هيل سبيشيلي بالدومينيشن خاصة بالرينكتون صراحة عجبني لكن هنا الحركة الذكية اللي حصلت في الدرافت ان هو جاب جوين اترد عليها بالكاونتر بتاع جوين اللي هو ست بعدين بعته الكاونتر بتاع ست في التوب لين ونزله جوين جانجل, يمكن اول مرة نشوف جانجل جوين معانا هنا في الاي سي تشامبيونز, فلسه مش عارفين هل دي حاجة هتفيد فريق عبعال, هي صراحة بالكومب ده مش هتفيدهم في الايرلي خالص, انت معك وان سترونج سايد اللي هو رينكتون طبعا جوين بيكون الجانكس بالنسبة لها موضوع صعب بتكون عايزة لوت اوف سيت اب او عايزة انستنت ستون زي رينكتون, بس ما شفناهوش بيتحرك كتير ناحية التوب سايد, بس لحد دلوقتي الجولد ليد مع فريق عبعال ب 1000 جولد, اعتقد هنشوف دلوقتي وان بليت يولي بيسيب بليت وهنشوف هنا سيفر سوان مولتا في وضعية صعبة اندر تاور 1 في 3 ولكن جاب ان من طرف الاسد بولو هنا شو ميكر شو ستوبر حاضر من طرف الكينو كاب حاضر في فول سي سي على منطقة وضعية صعبة ولكن حاضر من طرف ستيج حاضر من طرف سكيلز وفاينلي الكيل تذهب لستيج ايزي دايف على هذا المولتا على الست في التوب سايد كلين اتلعب كلين قدروا يعملوا سويتش تارجت بطريقه كويسه جدا يقدروا يستخدموا الايونيان بوتس وممكن نشوف كمان التيرز هنا نشوف الدايف اتلعب ازاي بدا الدايف بيولي عشان هو اللي معاه الستوب واتش اتعمل شو ستوبر على بيولي 0 يورو عشان ياخذ البرايو في هذه الميد لين ويتوجهوا مباشره الى الانفرنال دريك يعطينا دمج بسيطه في دمج صراحه دريك ممتاز في هذه الايرلي جيم والدراوزي تمس من طرف الأسد دي 7 على بيولي في هذه البلو سايد إذا لدينا ليكوس لدينا سان فروم زيرو تو هيرو يتقدمون على هذا الدريك ولكن التروش اتبارك من طرف سيج فور مور فيجن ورعد يتركون هذا الدريك يا ليجن لو ناخد بالنا البوشس كلها ناحية الدراجون معمولها كنترول من ناحية فريق رعد في كنترول 2-3 في
الريفر او تو كنترولز، فكل الريفر صراحه معمول في كنترول. وانا زي ما قلت السبيرز اكون من ناحيه سان، كل اللي مطلوب دلوقتي من ريفنجر ان هو يسيب الدراجون، مش لازم تتشك خالص. انت كل اللي انت محتاجه ان انت تروح ميد لين تاخد براي او تبوش، عشان ده بيدون فرصه بيدي فرصه الرعب ان هم يجيبوا عليك مور بليتس او ان هم يفتحوا التورت في الميد لو انت سبت المينيونز تفضل موجود في البلو سايد. مين وايل مولتو يعمل ريزيت بهذا السيت في التوب سايد، قدر يحمل الكامبات بتاعت جيسكيل صراحه لما راح حط الفيجن وعرفوا ان هو واقف مش هتقدر تاخد الريد، مش هتقدر تدخل تاخد الكراجز بعد ما تاخد انفو على جيسكيل وضع الالتيميت. كان ممكن نشوف تريد يحصل في التوب سايد، لكن دلوقتي في السواب رقم 2 بيحصل عشان طبعا اللينن فيز ضعيف بتاع ست فيرسس رينكتون، فبيحاولوا ان هم ينزلوا بوت لين يكاتش ويف، يحاولوا يضيع له ويف بحس ان هو يكون اونلاين في الجيم، بحس ان هو يكون قده في السي اس او اقل منه بحاجات بسيطه. فدي حركه ذكيه صراحه من فريق رعد ان انت تفضل تسواب عشان انت معاك لوزر لين في التوب لين. يا لوزر لين في التوب لين تعني سواب صراحه، عشان يكون عندك الليفل النمبر ادفانتج اذا عملت شي سواب مع البوت سايد من البوت سايد الى التوب سايد. لدينا ستيتش كذلك سكيلز ديسيفين وبيولي موجودين في هذه التوب سايد. سنرى فايت 5 في 5 على هذا الريفت يا ليجن. الريفت الثاني تكون لديه اهميه كبيره صراحه، يمكن ان تعمل به سكيور على الفيرست بلود تاور، يمكن يعطي الكثير من الجولد على البليتس، ولكن نو مور بليتس لان في 2 دقيقه 14 وفلاش اوت من طرف مولتو اللي باسيف هذا البرام. الجيم كان حسه أسخن من كده قوي في الايرلي لما جيم وصل ميد جيم ما بقاش فيه اي لقطات، يعني حس البلايرز بينيمونا معاهم صراحه، اللي هو ما فيش اي لقطه بتحصل. سان كل شويه بسواب يطلع يحاول يهت التوريت، بياخد فيرست توريت. هنا ستيتش بيرسبكت ان ممكن يكون السبورت عامل شادوين على سان، ودي حركه ذكيه جدا صراحه. هنا يحاول ان هو ياخد الويف دي، مش عايز يخسر اي حاجه من الويفز. وفينا التنتليبورت جاي من ناحيه السيت هو تي بي حاضر من طرف مولتو اظن ياس مولتو، ولكن الفيس بريك حاضر لسه تكسيك ستيج في الباك لاين دي بي اس لازم الكيتش فروم زيرو تو هيرو يدخل على الاستاذ بيولي، ولكن دروزي حاضر من طرف هذه يا سلام يتشبت مباشره في الباك لاين من طرف الاستاذ راكارو يدخل تريبل مان شارب شيف وستاب حاضر استاذ فوت فيرست كيل دبل كيل وان فور وان سو فار يبقى تكسيك لنا وان في وان مع الاستاذ مولتو والكيل مع ستيج فور مور دي بي اس فور مور دامج ريفنج رصد ادناء لديه الاي ولكن ايزي دبل كيل جذب للاستاذ توكسيك هيل بهذا الرينكتون في هذه التوب سايد. وفاينلي اللي هبها لهم الذين يفوزون بهذا السكريمش يبقى لنا توكسيك هيل يبحث على تشيس مع ستيتش ومع الاستاذ ريفنجر الكيوتا موس من طرف زو، ولكن الكيوتا موس من طرف الاستاذ فلاش انيس ستانت من طرف الاستاذ توكسيك هيل على دي سي فلوس ايزي كيل تمشي لصالح فريق ابعال على هذه الزوي. فريق دلوقتي بقى معالي كويس صراحه 2500 وهذا اللي فعلا محتاجه عبعال دلوقتي. انا شفت التليبورت جاي من ناحيه رينكتون كان اسرع من الست، قاموا خدوا ادفانتج عليه ومستنيين ينزل اتعمل هنا الفيس بريكر هيكون معاه الهي ميكر، لكن ما جاتش في اي حد هنا قدروا ان هم يمسكوهم تحت التوريت. اتعمل الالتيميت هنا من ركان والشوستوبر نزل تحت التوريت مولتو، لكن هيكون اول ضحيه عند فريق رعد هيكون هو مولتو. هنا تورسيكيل بيجيب السكند كيل والفيرو كان بيتملي عنده، حاولوا ان هم يتشيسوا الباقيين بس ما جابوش غير ديسيفين لحد دلوقتي. ويل بلاي من فريق عبال صراحه 8 5 هو ده اللي هم محتاجينه عشان يوصلوا للجيم. الفرونت باك كومب بتاعهم كويس، يعني عايزين بس نبص بس كده الكومب هنا متقسم لثلاث حاجات يعتبر، تقدر تلعب بيه فرونت باك، تقدر تلعب بيه بوب بانك معاك كوركي بانك معاك ازريل، بس ده استغرق وقت. وفي والفايت موجود يا صديقي ليجن ولا فيرست كيت تمشي على الاستاذ صان فدلات اوليه موت وكيقدر ستيفن انستا فلاش اوت على جي سكيلز وعلى بيولي، ونرى الدمج كبير صراحه من طرف هذه الجوير ريشميكر كومبليتد 3 ستاكس في الدارك سيل. مين وايت توكسيك هيل ريفنجر وستي يتقدمون في هذه الميدلين على هذه تير 3 في الميدلين على مولتو على ليكوس يحاولون الدفاع على هذه التاور، ولكن هل يستطيعون او لا معهم فروم زيرو تو في الباك لاين 3 في 3 في هذه الميدلين، هل يستطيعون فعلها فريق رعد ولا لا؟ الفيس بريكر لا يمس من طرف مولتو توكسيك هيل يفاك على ستان اندر تاور الهي ميكر فور ويف كلير وسيكون ديزنجيش قريبا من طرف فريق عبال. عايز اكمل كمان عن الكومبوزيشن بتاع عبال. زي ما اتكلمت معاك تو مودز كومبوزيشن مش وان مود، يعني مش بتنجيج بس او بتديسنجيج بس، لا هنا انت معاك الديسنجيج تول، هنا انت معاك البوك، وبنشوف هنا ليكوس بيعمل دبي على بيولي اعتقد دي خناق سبورتات ما حدش عايز يتدخل فيها. فزي ما كنت بقول معاك هنا البوك على ريفنجر ستيتش، معاك السكيلينج مع ريفنجر وستيتش، معاك الديسنجيج مع بيولي، معاك التوب لين ده كان السترونج سايد بتاعهم طبعا هيفول، هيحاول يكون ان هو يفلانك لو قدروا ان هم يسيبوا التوكسيك هيل وورد. هيكون دي بورد صراحه لازم تتساب لتوكسيك هيل بحيث انه يقدر يوان شوت او يقدر يمسك الباك لاين، ساعتها انت بتديناي كل حاجه من ناحيه كاليستا. كاليستا بتضطر ان هي تقلت واللي عليه السبير طبعا. في حاجه ثانيه عايز اقولها بانك معاك اثنين رينجد او اثنين رينج بيعملوا بوب، بيكون السيج اسهل بكتير وبيكون الاوبجكتيف اسهل بكتير لو انت لعبتها سلو وبتحاول ان انت تفوق
الاوبوننتس او الانمي تيم اللي قصادك بكل بساطه انت كل اللي انت محتاجه تبدا ان انت تبوك، وبعدين لما يجوا يعملوا انجيج عليك هيكونوا هاف اتش بي كلهم، فتقدر ان انت تعمل لهم فرونت تو باك بكل سهوله. فهنا كانت خطوه كويسه جدا ان انت تفتح سكند توريت في الميد لين، دي اكتر توريتس مهمه طبعا اللي بتكون في الميد لين، بس هنا بنشوف اتجاه رعد على الريفر بتاع البارن او ريفر بتاع التوب سايد، بيكون في كنترول كويس جدا. وطبعا الكنترول لما بيكون من فريق هنا بيكون الفريق الثاني متشتت، مش عارف هل هم بيعملوا بارن هل هم عاملين تراب، فدي حاجه كويسه جدا. وسان هنا بيبيب الرايو في الميد لين وهاف اتش بي بون سكيل او وان ابيليتي بس من ناحيه ديسيفن، ورا دامج من هذا الاستاذ ديسيفن على جي سكيلز. هذه يا جوين ذابت لها 50% من الاتش بي بار فقط بكيو عبر للقارات من طرف ديسيفن بهذه الزوي. هنا نرى صراحه ان نرى اهميه ان يكون لديك جود زوي بلاير صراحه في التيم، تكون عندك برايو على مستوى التيم فايت، على مستوى البوكو، حتى على مستوى الاوبجيكتيف كيف ما قلت يا ليجن اذا لعبت الفايت سلو. لكن فروم ذا اذر سايد لدينا ريفنجر، هو ايضا تشامب معروف بالبوك وهو كوركي بالالتيميت وكذلك بالكيو. لدينا ستيتش بالكيو كذلك معروف بالبوك. إذن two comps based on poke on team fights. أوكي، في حركة أنا أعتقد إن فريق رعد ممكن نقول لك استغلها صح، ممكن نقول لك استغلها غلط، بس في هنا تراب من ناحية فريق رعد في التوب لين، مش عايزين يزروا نفسهم. 3 دراجون راح بكل بساطة لفريق أبعال في 3 دراجونز، ممكن أقول لك مش أقوى دريك موجود، ممكن أقول لك أقوى 3 دراجونز من ناحية الترتيب، وفينا 1 فيرسس وريفنجر يتقدم على ديسيفن فدلتنا، ولكن 1 اتش بي ديسيفن بهذه الزاوية. وات ورا انجيج صراحه من طرف ريفنجر، ولكن شوف معايا فروم زيرو تو، شوف معايا سان، وشوف معايا الاستاذ ليك وصفدتنا الكيو. هذا هو في الاي سيتش من طرف الاستاذ ركان، ولكن ليش الشرف فقط على الاستاذ جيسكي فدتنا مباشره فروم زيرو تو، راح يدير دمج جيسكي من طرف الاستاذ بلو فدتنا 140 صفر لسان الاستاذ جيسكي الاي ستيشن ستوبر من طرف الاستاذ مولتو على توكسيك فدتنا 3 كيل تشوف فريق عبال وصحبه فلاش كيل من طرف الاستاذ بروم على مولتو سلو موجود لكن طرف ستيتش، ولكن سيكون تشيس نعم توكسيك اللي يعمل تشيس لمولتو، ولكن نوت انف سبيد على انه يوصل الى هذا السيت. وانستا بارون اشور يبتدا فادي الاثناء من طرف فريق عبال والصعبه بعد ما انهم استطاعوا ان ياخذوا ثلاث كلات على فريق راك. عايز اتكلم على حاجه في جوين. جوين في الوقت الحالي طول ما انت معك الريفت ميكر ناشر ستيلز معك يونيت بوتس، ايه اللي بيحصل لما بيكون معاها الثري ايتمز دول؟ بكل بساطه بتقدر تستاك الكونكر بسهوله. هتشوف هنا كان في تراب معمول، ريفنجر قدر ان هو يدوج الدبليو من ركان، قدر ان هو يعملها بطريقه كويسه جدا، قدر ان جي سكيلز يقف وسطهم لعبه فرونت باك، وهذا اللي بتكلم عليه، رجع الهيلث غالبا كله لانه يعني كان محطوط عليه جيس وانس. والشيس تبر هنا من ناحيه مولتو، مولتو الوحيد اللي قدر يهرب، وهنا فري بارن من ناحيه عبال. هنا لازم رعد صراحه يعملوا ريسبكت للبيكس الليد جيم او الهايبر كاري من ناحيه فريق عبال. قصادك جي سكيلز بتوين معاك ريفنجر بكورتي من اقوى الليد شامبيونز في ليج حرفيا اللي بتسكيل زي فلاديمير زي كاسادن، معاك هنا الازريل حاجه صعب ان انت تمسكها. الكومب من رعد صراحه سهل انه يوصل للباك لاين، بس في الوقت ده هتكون شبه مستحيله، لان انت عشان توصل للباك لاين بتكون لازم تكون ابيت تانكي، لازم تكون معاك دامج شويه، لازم تكون اهد على الاقل عشان تقدر تعمل حاجه مع الباك لاين، لان هتاخد حرفيا وان شوت. فهنا الجيم بقى صعب جدا لفريق رعد. الجيم هنا دلوقتي في ايد ابعال 100% دلوقتي. لو ابعال عمل ثرو واحده، ثرو واحده بكل الشات داونز اللي موجوده دي، حرفيا رعد هيلم حوالي 2500 جولد من الشات داونز، بس لازم يلعبوها سلو، يلعبوا بوك وكل حاجه تمشي معاهم تمام. يا صراحه 2500 جولد يمكن ان تكون فقط عن طريق شات داونز لصالح فريق رعد اذا عرفوا كيف يلعبوا تيم فايت، ولكن ابعال يعرفون هاو تو اكزكيوت الكومبو. وصلوا الى ستيج المباراه، لدينا تو ايتمز ازريال، تو ايتمز كوركي، كثير من الدمج، كثير من البوك، كثير من السستين، و تو بيج فرونت لاين. لدينا جيسي تقدم فدتنا على ديسيفن في الباك لاين، مين واي توكسيك هيل ستيتش وريفيجي تقدموا على تير 3، لديهم البارون باورز، البابل من طرف ديسيفن لا تمس. ونرى هنا فقط تو كومب للبوكس، بوكس من اليمين وبوكس من الشمال. بس انا اروح مع البوك اللي على اليمين صراحه، في ثم في اثنين تو تولز للبوك، ده بيحول الكومب بتاعك ان هو يكون بوك كومبوزيشن، معاك كمان زي ما قلت الديس انجيج، وهنا بيسيبوا بيعملوا جيف حرفيا للانهبتر، فالانهبتر يعتبر خمس دقائق معاك، الخمس دقائق دول هيكون البارون راح، هنكون هنلعب فايت تاني ناحيه البارون او هنلعب فايت على الدراجون. اعتقد هيكون في جيف من ناحيه فريق رعد، الا لو حصل من ناحيه ابعال
ممكن نقول انت او حد تعمل له كاتش من ناحيه راكان او الالتيميت بتاع الكاليستا، ممكن حد يعمل له كاتش بكل بساطه من دي 7 بس مش فوق. دي 7 كمان بيبيك يعتبر معاك البيك كوم ان انت تقدر تعمل دروزي على حد او تلاند البابل وتقدر ان انت تون شوتو معاك كذا حاجه برضك في الكومب بتساعدك. بس لحد دلوقتي الجيم بنسبه كبيره او نسبه 90% ل 10% الجيم في ايد عبعال. كل اللي هم عايزين يعملوه يلعبوا سلو من غير غلطات، يخلصوا الماب ياخدوا برايو في اللينز، يروحوا على الدراجون يستنوا دايما يكون في حد في البوت لين، بعدين يروحوا ان هم ياخدوا البارون. هتكون يعني خطه سهله جدا، فاتمنى ما نشوفش سرو من الناحيتين، كل واحد يحترم ان الفريق الثاني على اللي هو قادر يعمله. يعني فريق عبال دلوقتي معاه قوه، مع انه يقدر يسيج، مع انه يقدر يفتح انهبتر، بس دلوقتي فريق عبال فريق رعد اقصد معاه عايز سكيل، عايز يجيب شويه ايتمز، عايز يخلي الفرونت باك الفرونت لاين بتاعهم تنك شويه عشان انه يقدر يستحمل الباك لاين بتاعهم. يا وصراحه اظن ان فريق عبال لديه القدره على انه يعمل دايف سبيشلي بيولي ومع توكسيكيل، كذلك جي سكيلز بسستين وبالدمج لان تو تشامبيونز عليهم الكونكرر، اذا مور هيلينجز مور سستين ومور ديرابيليتي في تيم فايت سبيشلي، وبالجي اي على توكسيكيل يا ليجن راح تعطيه صراحه توقيت مهم في تيم فايت. يعني يمكن يدخل يعمل تانكينس كبير ولا دي 7 1 اتش بي عليه تشيس من طرف جي سكيلز وتوكسيك القادم من الاشياء الاخرى، ولكن فاني اللي جي سكيلز ياخذ الكيل بهذه الجوين التيميت بروك من طرف هذه الجوين توكسيك هيل بلوي وريفنج تقدموا صراحه على دي تشيرتو في التوب سايد ويزاوت البارون باور، ولكن لدينا النمبر ادفانتج لدينا دي سيفين لازالت لدي 36 ثانيه على انه يعمل سبون وسط بيز فريق رعد سبورت فدتنا فروم زيرو تو هيرو. ساني يحاولون الدفاع على دي تشيرتو ولكن اظن ان الانهب خاص بالتوب سايد حتى هو سيكون دبل كيلين جيش حاضر من طرف الاستاذ ليكوس فدتنا تريبل ماشر شوف طبعا حاضر من طرف الاستاذ مالتو على جي سكيلز في الباك لاين ولكن فيس كان طبعا ماستر في الباك لاين ليميكر حضر فلاش طرف ستيج تي بي اس اللازم وسان سبير افتر سبير افتر سبير ولكن ناتش ان اف تي بي اس وناتش ان اف دامج من عند هذه الكاليستا وفاينل اللي عبال والصحبه يستطيعون الفوز بهذا التيم فايت بعد ما اخذوا كل واحد على مولتو. خطوه جايه هنا تكون ممكن يحاولوا يجيبوا الميدلين توريت او ممكن واحد يروح ياخد الدراجون لور فينجر، فتحرك ذكي جدا من ناحيه عبال. المفروض ما نكون يعني نكون ما نشوفش من رعد تدخل اي تدخل او اي انجيج، بس هو قال لك خلاص يعني انه ريسك وخلاص ممكن تنفع، بس هنا انت بتريسك مع الكومب الغلط. الفرونت باك بتاعهم قوي جدا، الديس انجيج بتاعهم قوي جدا مع البروم، فهنا السول راح لناحيه عبال ده ساعدهم جدا صراحه. كالتيميت هيساعد جوين انها تاخد موفمنت سبيد كويسه بعد لاندن الالت، هتساعد هنا برده في نيبتون بتكون كويسه. ممكن اقول لك مش احسن حاجه مع الكوركي، مش افضل حاجه مع الازرين، لكن بتكون كويسه مع السبورت مع جوين ومع نيبتون، فالسول فيري جود صراحه مع عبال. هنا هنشوف هنا السيجين تاني بعد البارون، اعتقد مش هنشوف تدخل من رعد، هم بس بيحاولوا ياخدوا كنترول عشان يشوفوه ممكن يعملوا بكايه، لكن اعتقد ده مش هيحصل. في السيجن هيحصل بعد البارون، اعتقد هيكون في نهايه الجيم على السيجن من الميد لين، هيحاولوا يتدخلوا تاني رعد يعملوا فايت 5 فيرسس 5، مش هيسمحوا لهم ان هم ياخدوا كل حاجه قصاد عينيهم، فهنشوف فايت اخير بعد البارون اعتقد. يا ولكن لا ننسى ان صار لديه 3 ايتمز كومبليتد لهوريكان، لديه شيلد بو وكذلك الجينز وريج بليد، اذا صراحه اظن ان هذه هي باور سبيك خاصه بكاليستا. يمكن ان ننتظر شيء كثير صراحه من طرف سان طرف هذا اللاعب في التيم فايت، هل يستطيع ان يقوم بالمعجزه وان يرد فريقه في هذه المباراه او لا؟ ريفنجر وسط باش فيه وارد، اذا نايس فيجن صراحه من طرف فريق راد، والبارون اشور في هذه اثناء في الدقيقه 30 من طرف فريق ابعال والصحبه. مولتو يتقدم مع ليكوس مع ساندي ستيفن وفروم زيرو تو هيرو من الباك لاين 5 في 5 على هذا البارون اشور 3000 اتش بي لينجيج تريبل مان ستان طرف فيس بريكر اسد مولتو شو ستوبر على التوكسيك في البطيئه سابت شارم حاضر من طرف ليكوس ويا سلام على دمج تريبل كيل فتد اسد ريفنجر بديل كوركي اوتو اتاك برا اوتو اتاك في الباك لاين وتوكسيك يتهدد ساندي ستيفن من الزون يا فلاش اوتو اتاك من طرف ريفنجر كوادرا كيل في هذا الفايت ودبل تي بي حاضر من عند سيفن ومن عند الأستاذ توكسيك هيل. ومبي نرى نهاية المباراة في هذه الأثناء يليجن بفوز فريق عبال والصحبة الذين يستطيعون فعلها ويفوزون على فريق رعد في هذه المباراة الأولى في هذا اليوم. دبل تليبورت والجيم أوفر، وأنا أتوقع هيوصل للدقيقة، أتمنى أنه يوصل للدقيقة 30 وهو فعلا وصل للدقيقة 31. السول كان من ناحية فريق عبال، عبال قدر أنه يفوز على رعد، والبلاي صراحة فريق عبال الكومب كان صعب ان هو يسكيل، بس قدروا يلعبها سلو، قدروا يلعبها كويس جدا، ما عملوش ميستيكس كتيره، قدروا ان هم يحققوا الربح بالكومب اللي هو تقريبا شفنا اكتر كومب